وعلم آدم الأسماء كلها. هذا بيان ما فضل الله تعالى به آدم وميزه به على الملائكة، أنه علمه الأسماء كلها. فما هي الأسماء التي علمها الله تعالى آدم؟ قيل في ذلك أقوال. الأول أسماء بني آدم، يعني أسماء ما يتسمى به الناس، صالح وعبد الله ومحمد وبكر وزيد وخالد و... أو أسماء أجناس الأشياء. نبات، حيوان، ماء، تراب، متاع، عرض، فعلمها أجناس الأشياء. قال كنسبة، كتسمية الفرس جنس من الحيوان، والشجرة جنس من النبات، وغير ذلك. وقيل علمه القدرة على تسمية الأشياء وليس أعيان المسميات. والذي يظهر أنه علمه أسماء أشياء بعينها، لأن الله تعالى قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، فهي أشياء مشار إليها معينة، وعلمه القدرة على التسمية. وأما قول إنه علمه أسماء بني آدم فهذا لا يمكن أن يكون، لأنه غير مشار إليهم، فهم غير موجودين، إنما علموا أسماء أشياء بعينها، اختبر الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء.